مشاهدينا الاعزاء ومستمعينا الافاضل عشاقي الى صاله شاهدتوا الاشواط الماضيه، فهنيا لكل الفائزين. وتابعنا الشوط الرئيسي للفئه الجعدان ومياس، من انتزع الشوط الاول الرئيسي للجعدان ملك سهيل بن حمد بن مرزوق العامري، ومياس ينحدر من سلالة مياس بعير سعود بن الوحوش، ومن سلالة مياس أبو عقال. ومياس لم يذق طعم الهزيمة في حياته، والسنة ثلاث اشتراكات يأتي منفرد بالنصر وبالفوز، والفوز الثالث يدون في صباحي هذا اليوم في رصيده. نسير على بركة الله وتوفيقه مع انطلاقة جديدة من انطلاقات الخير والبركة، وشوطنا الثالث الذي يضم نخبة من الإبكار. هذا الشوط المفتوح من ضمن الأشواط المفتوحة في هذا اليوم، وهذا الشوط الخاص بالإبكار. نتابع المقدمة والبداية الأولى، وهنا عسيلة عسيلة من تقدمت على المقدمة، يأتي علي بن حزين بن محمد المسافر يتقدم الآن بن محمد نحو المقدمة والصدارة الأولى، بينما تليها في المركز الثاني من تقدمت الآن جبارة لاسمه الشيخ محمد بن ثياب سيفان هيان، يأتي في عملية تغميرها محمد بن يابر لينيبي، بينما زميلته القادمة عالية عالية لاسمه الشيخ محمد بن ثياب بن سيفان هيان بنفس الشعار يقودها محمد بن يابر لينيبي، من يقدم لنا عالية في التضمير، بينما نتابع وننتقل الى المركز الرابع، ومن تقدمت الان الخوارة علي بن عبد الله بن سعيد بن راشد اليابري، ياتي على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس اللي تقدمت حروب خالد بن ناصر بن راشد المقارح، ياتي على المركز الرابع يتدخل، بينما المركز الخامس عندنا شوق لخليفه بن فضل بن سلطان بن معصم الفلاحي، بينما لان هناك من السياج الخارجية اللي تقدمت وصلت في هذه اللحظات، هذه اللي قادمة تاهيل حمد بن سرحان بن حمد الدرعي يتقدم على مستوى المركز السادس، وسابعا وصلت شديدة عتيج بن مطر بن حسن القبيسي، المركز الثامن هادي شهب سعيد بن محمد بن مبارك المهيري ياتي على مستوى المركز الثامن. المركز التاسع راغب اللي قادمه، وهذه الان الشاهينيه لجنس السلم يضمرها سيف بن عتيج العميمي، وعاشرا هنا يتدخل الان شعار جنس السلم على ظهر اللي الان سكره، وام هنا مشهد العزاء سكره، نعم محمد بن عتيج بن عبد الله العميمي. هذه النتيجه، هكذا ندينا للعشره المراكز الاولى التي تسير في ناموس الشوط، بينما اسامي وشعارات قويه تعد العده وجاهزه لبدايه هذا الموسم الجميل، وانطلاقات التمهيدي الاول على ارضيه ميدان سيف العرب احد الافرع التابعه لميدان المرموم الشهير في اماره دبي. لكن العوده الى المقدمه، العوده الى حروب، وهذه حروب اللي مسيطره غيرت وتسللت واخذت المركز الاول. خالد بن ناصر بن راشد المقارح ضيفنا من دوله قطر الشقيقه قادما لهذه المنافسات على ارضيه ايضا هذا المضمار، لياتي الى المقارح المقدمه الاولى، بينما الان اللي قادمه جباره لتبحث عن الصداره لسمو الشيخ محمد بن ثياب سيفان هيان، محمد بن يابر لينيبي يقودها في عملية التضمير، بينما الشاهينية قادمة لجنس السلم يضمرها سيف بن عتيج العميمي يقودها في عملية التضمير. وهناك في المركز الرابع عندنا الان اللي هي تاهيل حمد بن سرحان بن حمد الدرعي. المركز الخامس شوف اللي قادمة اللي تسللت من السياج الخارجي، هنا القادمة شديدة عتيج بن مطر بن حسن القبيسي ممثل ايضا احد ممثلين العاصمة، يتقدم من ميدان الوثبة من عاصمة الميادين. الله ولك
ولكن عودة إلى المقدمة، عودة إلى أيضا حروب خالد بن ناصر بن مقارح المري، راح إلى المقدمة، راح إلى الصدارة، صدر تعليماته على حروب والشاهينية قادمة لهجن سيح السلم، يضمرها سيح بن عتيج العميمي. معركة ثنائية. السلام وين؟ يغادر إلى إخواننا في دولة قطر أم يبقى مع مؤسسته هجن سيح السلم؟ الله يا شاهينية، تهانينا يا نابوس لسيح بن عتيج العميمي على تألق الشاهينية، على انتزاع الشاهينية لناموس هذا الشوط، لحظة وصولها إلى خط النهاية أدت هذا الفوز إلى مؤسسة هجن سيح السلم. المركز الثاني حروب وصلت لخالد بن ناصر المقارح. المركز الثالث وصلت شديدة عتيج بن مطر بن حسن القبيس. المركز الرابع والخامس كان دخول جماعي نترك الأعضاء لجنة خط النهاية. عودة إلى التوقيت الزمني 6:15 هو توقيت مشاهدين الأعزاء اللي هي شاهينية لجنة سيح السلم. تهانينا لمضمرها سيب بن عتيج العميمي، تهانينا والناموس للجميع.